بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الخنزيره او الريجه. الاول يعني ايه خنزيره او ريجه؟ خلينا متفق معاكم ان احنا بعد ما بنخلص الحفر بتحفر الارض بالحدود بتاعتك، وطبعا بتعمل حساب الرفرفه زي ما شرحنا قبل كده. بيجي عندك الخطوه اللي بعد كده، بتبقى ازاي توقع اماكن العمدان واماكن القواعد، اماكن الليبشه في مكانها مظبوط. يعني انت خلاص خلصت حفر، المفروض بعد كده بتعمل الخرسانه العاديه والمسلحه، سواء المسلحه كانت ليبشه او قواعد، دي المفروض بيبقى ليها مكان محدد بالظبط على اللوحه، او المفروض ليها مكان محدد بالظبط في الطبيعه انت تحط القواعد دي فيه. طيب بناء على ايه بتحط القواعد دي؟ بناء على ايه بتحط الدايمنشن بتاعتك، بتنفذ الدايمنشن بتاعتك دي من على اللوحه تحطها على الطبيعه؟ بناء طبعا على اللي جاي لك في اللوحه. يعني انت جاي لك في اللوحه ان العمود ده في المكان الفلاني، طيب ده تعمله ازاي؟ عندك ثلاث طرق، عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه باستخدام التوتال ستيشن، يبقى انت بتروح تجيب من على الرسومات او المساح اللي بيعمل الكلام ده، بيجيب احداثي كل نقطه، بيجيب احداث السنتر مثلا بتاع العمود ده، او بيجيب احداثي الاربع ارقام بتوع القاعده دي، او بيجيب احداثي كذا نقطه في اللبش، وبيروح يوقعهم في الطبيعه على في ارض الواقع باستخدام التوتال ستيشن. طيب هل في كل عمود هعمل كده؟ في كل عمود، في كل قاعده، في كل حاجه بتعمل كده. طيب في الحاله دي، في حاله اذا لم يتوفر توتال ستيشن دائر، فبتعمل ايه؟ بتروح تعمل حاجه اسمها ريجه او خنزيره. الريجه او الخنزيره دي عباره عن اطار خشبي، الاطار الخشبي ده بثبت عليه مسامير، المسامير دي بتمثل الاوكسات، او بوصل بين المسامير دي بخيوط، الخيوط دي بتمثل الاوكسات اللي عندك في اللوحه. يعني حضرتك لو فتحت اي لوحه من اللي عندك بتلاقي فيها اوكسات طوليه واوكسات عرضيه اللي هي المحاور. المحاور دي بتفيدني في تحديد مكان العمود بالظبط او مكان القعده، بنسب ليها كل حاجه، حتى الحيطان المعماريه بتتنسب ليها. يعني اماكن الاوكسات دي هي اللي هتضمن لي ضمانا تاما ان المنشا بتاعي في مكانه بالظبط. طيب الريجه دي بعملها بناء على ايه؟ بناء على نقطتين او اربع نقط مساحيه. يعني انا خلاص اتفقت ان انا المفروض ان التوتال ستيشن بتاعي مش متوفر معايا طول المشروع، ان انا استخدمه طول المشروع، فخلاص بروح اعمل ريجه بستخدم فيها التوتال ستيشن، بوقع اربع نقط مساحيه او اكتر على حسب، كل ما يبقى اكتر كل ما يبقى ادق. يعني بوقع بها النقط المساحيه دي، وبعدين بشد الاوكسات عليها، وبكده بستغنى بقى خلاص عن التوتال ستيشن، وبعدين بكمل الشغل بتاعي بالريجه او الخنزيره. الريجه او الخنزيره هي عباره عن ايه؟ اطار خشب على حدود المنشا بتاعي او بره حدود المنشا بتاعي، بشد عليها الاوكسات اللي بتبقى عندك، اللي بتبقى عند حضرتك في الطبيعه، وبناء على الاوكسات دي بقدر اعمل العناصر الانشائيه بتاعتي. طيب تعالوا نشوف كده مع بعضنا الخنزيره. ده شكل الخنزيره في الواقع اهو، دي ارض المشروع زي ما حضراتكم شايفين، دي الريجه او الخنزيره اللي بقول لحضراتكم عليها. الريجه او الخنزيره دي بثبت هنا كده مسامير، هنا كده مسامير، وهنا كده مسامير افقيه وراسيه، وبوصل بيناتهم كده، بوصل كده، يبقى دي الاوكسات بتاعتي. تعالوا نتعرف اكتر عن الخنزيره ونعرف التعريف بتاعها. الخنزيره هي هيكل خشبي مؤقت يتم اعداده على شكل مربع او مستطيل طبقا لشكل المبنى على الارض المطلوب اقامه المشروع عليها، بهدف توقيع المحاور الخاصه بالمنشا عليها سواء كانت قواعد او اعمده. مكونات الخنزيره بقى، مكونات شده خشبيه عاديه خالص، بتبقى عباره عن المدادات والخوابير والوصله المشتركه والقفل والمحاور طبعا اللي هي الخيوط والمسمار والابقاب. هنتعرف على الاشكال دي مع بعضنا. ده شكل تاني للخنزيره زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي المحاور اللي انا اقصدها، يبقى انت عندك ادي منشا اهو، ادي المحاور اهي، محاور راسيه ومحاور افقيه. بيبقى جاي لك العمدان مناسبه للمحاور دي، يعني العمود مثلا ممكن يبقى جاي لك هنا كده، او القاعده جايه لك هنا كده. القاعده بتبقى سنتر للعمود، او انا اسف الاكس ممكن يبقى مره في نص القعده، الاكس الافقي ده، والاكس الراسي يبقى مره في نص القعده. طيب انا هوقع القعده ازاي؟ الاول بروح اثبت مسمار على الريجه من هنا، ومسمار على الريجه من هنا، وبوصل الخط ده بيناتهم، ومسمار على الريجه من هنا، ومسمار على الريجه من هنا، واوصل الخط ده بيناتهم. انا القعده اللي عايز اعملها هنا، وبقوم اوقع اسندق القعده بتاعتي هنا كده، بحيث انها تديني نفس الابعاد اللي بتبقى على اللوحه. تمام، تعالوا نشوف الفكره مع بعضينا من على الاوتوكاد اهو.
ولنفترض ان دي الاوكوسات اللي على اللوحه بتاعتي، دي الاوكوسات اللي على اللوحه بتاعتي. طيب بعمل انا الخنزيره، الخنزيره اللي هي اللي باينه قدام حضراتكم دي بالشكل الابيض ده اهو، الاطار الابيض ده، دي الخنزيره. بروح اعمل ايه؟ بروح احط هنا مسمار في مكان الاكس بالظبط، وهنعرف ازاي، وهنا مسمار وهنا مسمار وهكذا. وليكن مثلا انا هوقع الاكس ده، احط هنا مسمار وقصاده في الجنب الثاني احط مسمار على الريك هنا كده اهو، وبعدين احط اوقع الاكس ده اهو، احط هنا مسمار وهنا مسمار، واوصل الخطين ببعض. هيجي هنا كده نقطه تقاطع الاكسين دول اهو، وبناء عليه عارف المسافه دي، المسافه دي معروفه بالنسبه لي من على اللوحه، والمسافه دي معروفه من على اللوحه، والمسافه دي معروفه من على اللوحه، والمسافه دي معروفه من على اللوحه. فبقوم احط القاعده بتاعتي في مكانها مظبوط بالظبط. الكلام ده هنشرحه بالتفصيل الممل ان شاء الله في شرح القواعد وشرح الاعمده وشرح الاسقف بالتفصيل، ازاي تستلم كل عنصر من الخنزير او باستخدام الاوفيسات. طيب خلينا دلوقتي اشرح لكم يعني ايه خنزيره، بس انا عايز اديك الفكره، مش عايز عايز اديك الفكره كالخنزيره نفسها او الريجه نفسها، وكيفيه استلام مثلا القواعد او استلام الاعمده باستخدام الاوفيسات. ده هنشرحها في الاعمده او القواعد. يبقى الفكره كلها اهي، ادي عندك الريجه اهي او الخنزيره، بتعملها بره المنشا بتاعك، بتوقع عليها مسامير، المسامير دي بتمثل عندي الاوكوسات بتاعتي. يعني انا احط هنا كده مسمار يمثل عندي محور الف مثلا او محور واحد، واكتب عليه محور الف او محور واحد جنبي زي ما هنشوف مع بعضنا. يبقى دي الاوكوسات بتاعتي. تعالوا كده نشوف مع بعضنا المكونات اللي قلت لك عليها، شكل الخنزيره اهي، ده المداد اللي بيبقى رايد في الارض ده اهو، ده او ده، ده اسمه المداد. يعني اي عرق محطوط في الارض يبقى اسمه مداد. اتنين، الخوابير، الخوابير اللي هي قطعة خشب صغيرة بيتم دقها في الأرض قبل المداد عشان تعمل كصدادات للمداد، عشان لما يكون في حمل من هنا ولا حاجة الخنزيرة دي ما تنهارش. تالت، رقم ثلاثة، الوصلة اللي هي لو أنت زي دي كده مثلا، أنت عندك لو العرق خلص أو لو العرق انتهى منك، فبتوصل عرق بعرق وتحط عليهم من فوق وصلة، تمام؟ المحاور طبعا اللي هي الأوكوسات دي، الأبواب، الأبواب دي اللي هو يعني حاجة بتتعمل كده على زاوية 45 عشان تقويلك الشدة بتاعتك أو الخنزيرة بتاعتك عشان تبقى على تضمن إن هي على زاوية 90 درجة. والقفل نفس الكلام هنشوفه. المثلث ده اسمه عروسة، المثلث ده بيسموه عروسة في لغة الصنعة يعني. مسمار المحور هنشوفه مع بعضينا أهو، ده الشكل في الطبيعة أهو، أدي ده مداد أهو، ده العرق اللي بحط فيه المسامير بتاعتي، دي العروسة بتاعتي أهو، في هنا كده مداد تاني تحت كده متثبت بخوابير. تعالوا نشوف المكونات كده بسرعة تاني، ده شكل الخابور أهو وده المشترك. تعالوا نشوف كده نتفرج مع بعضينا أهو، زي ما حضراتكم شايفين قدامكم اهو، ده مداد اهو اهو، دي العروسه اهي، ده مداد تاني اهو بيبقى متثبت بالخوابير اللي هي الخوابير البيضه دي اهي، وهكذا. ده اسمه ابواب اهو، وده اسمه ابواب، بيبقى فيه حاجه كده زاويه قايمه كده زي ده، اسمها المشترك او الوصله اللي هي دي، هوريها لكم مش موجوده في الصوره دي اهي، ده كده هنا كده المشترك اهو، يبقى ما عنديش اي مشاكل برضه. وانا موقع العمود او القاعده بالنسبه للابعاد مظبوطه، يبقى اكيد العمود او القاعده ده في مكانها مظبوط 100%، يبقى ما فيهاش اي مشاكل. تعالوا نكمل كده مع بعضينا. النقاط التي تجب مراعاتها عند عمل الخنزير، اضلاع الخنزيره تبعد عن اضلاع المبنى المراد انشاؤه داخل الموقع مسافه لا تقل عن 1 متر، بتبقى 2 متر. ارتفاع الخنزيره لا يزيد، اللي هو قصده بضيق حضراتكم، تعالى بس عشان نفهمكم، بيقول لك ان دي حدود المنشآت بتاعتي، بيقول لك ان الخنزيره بتتعمل على بعد مثلا 1 متر او 2 متر خارج حدود المنشأ، خارج حدود المنشأ، ودي برضه هنتكلم عليها. انت لو عندك حته ارض فراغ مفيش حواليها جيران من اي حته، يبقى انت بتعمل المفروض ان انت بتحفر برفرفه وبتعمل الخنزيره بتاعتك يا اما فوق يا اما داخل الحفر يا اما فوق والحفر يبقى تحت. طيب انت بتعمل الخنزيره بتاعتك فوق ازاي؟ يعني انت مثلا لو عندك، تعالوا نشوف كده، لو عندك كده الخنزيره بتاعتك بتتعمل فوق هنا كده اهي، الخنزيره بتاعتك بتتعمل فوق هنا كده اهي، او ممكن تتعمل تحت هنا. طيب
لو انت عندك عمق الحفر كبير، لو انت عندك عمق الحفر كبير يبقى مش هينفع تعمل الخنزيره بتاعتك بالشكل ده، مش هينفع تعمل الخنزيره بتاعتك فوق، لازم تعمل الخنزيره بتاعتك تحت كده. ولازم في الحاله دي تبقى عامل حسابك في عمل رفرفه مناسبه لحدود الحفر بتاعك عشان تعرف تعمل الريجه فيها او الخنزيره فيها. طيب لو عندك ارتفاع الحفر او عمق الحفر صغير بتعمل ايه؟ تقوم عامل الخنزيره فوق ما فيهاش اي مشاكل، طالما ارتفاع الحفر صغير يعني متر ونص، ما يزيدش عن متر ونص. لو زاد عن متر ونص يبقى ارتفاع الحفر كده كبير، يبقى المفروض تعمل الخنزيره تحت. يبقى بتعمل الخنزيره بتاعتك هنا. وعندي برضو شويه حاجات، انت لو عندك الخنزيره بيحيطها 3 جيران ومكان فراغ تعمل ايه؟ المفروض ان هناخدها هنقولها مع بعض شويه كده، خلينا بس نكمل مع بعضينا. تثبيت الخنزيره بالارض بواسطه اوتار او خوابير تغرس في الارض مسافه لا تقل عن 50 سم وموزعه على مسافه لا تزيد عن 1.5 متر. يجب ان يكون وجه الخنزيره مستويه تماما، يعني الخنزيره يجب ان تكون افقيه تماما، ما تكونش في حته عاليه وحته واطيه. ثاني حاجه، زوايا الخنزيره لابد ان تكون قائمه او طبقا لما ورد في اللوحات. افترضنا عندك المنشأ فيه شطره معينه المفروض يبقى فيه قوسات مائله، فهضطر ان اعمل خنزيره بنفس الزاويه. وهعرفك ازاي بتستلم اضلاع الخنزيره تكون افقيه تماما او راسيه تماما، وازاي تستلم الزاويه القائمه. تمام، تعالوا نكمل مع بعضنا ونبدا في اول الخطوات العمليه لشرح لتنفيذ الريجه او الخنزيره، بس دي ان شاء الله تبقى في المحاضره الجايه. تابعوني، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا مع بعضنا المحاضرة اللي فاتت عن مكونات الخنزيرة، عرفنا بتتكون من ايه. تعالوا نتكلم باختصار سريع كده ازاي تبدأ تكون الخنزيرة بتاعتك. تعال نبدأ واحدة واحدة كده، تعال نشوف الشرح اللي معانا. بيقول لك في الأول العدد والأدوات اللي انت المفروض تبقى معاك وانت بتعمل وانت شغال في الموقع. طبعا منشار، شاكوش، مطرقة، شريط قياس، الخيط، الميزان، ميزان المياه عشان تستلم الأفقية، الزوايا القائمة، وطبعا القلم والمسامير. أهم حاجة في الموقع السيفتي، اللي لازم يكون فيه تلبس مهمات السلامة الشخصية، الأرواح وعمرك أهم من أي حاجة تانية، أهم من شغله أهم من أي حاجة تانية. تعالوا نبدأ كده مع بعضينا نشوف الصورة التانية. هقول لك هنا يتم أخذ مقاسات المبنى من المخطط. يعني مثلا بيقول لك انت لو عندك المبنى بتاعك مثلا سي مثلا 4 في 3، يبقى زود على كل واحد 2 متر، يبقى انت عندك الخنزيره بتاعتك هتبقى 6 في 5. ليه؟ زود متر من الجنب ده وزود متر من الجنب ده ومتر من الجنب ده ومتر من الجنب ده. الرفرفه اللي احنا قلنا لحضراتكم عليها الدور اللي فات اللي هي دي اهي، لو هزود متر من هنا ومتر من هنا ومتر من هنا ومتر من هنا، يبقى انا هزود على الضلع ده 2 متر وهزود على الضلع ده 2 متر، والخنزيره بتاعتي هيبقى مقاسها بالشكل اللي طلع معايا ده. يبقى ده اول حاجه ازاي تعرف مقاس الخنزيره بتاعتك. تاني حاجه، شد خيط في اركان المبنى. شد خيط في اركان المبنى، الخيط ده بتعمل بيه ايه؟ الخيط ده بتحدد بيه ضلع المبنى بالظبط، ودي ممكن تعملها عن طريق تعملها عن طريق توتال ستيشن. التوتال ستيشن هنا فايدته ايه بقى؟ انت مثلا بيبقى عندك دي الريجه اهي، اتفقنا خلاص ان احنا عملنا الريجه طبقا للمواصفات وأوناها مظبوط جدا وما فيهاش اي مشاكل. بعد كده احنا عايزين نوقع المسامير عليها. نوقع المسامير ازاي؟ اولا اول مسمار بتاعي هنا كده ولا هنا كده ولا هنا كده ولا هنا كده. واحد هيقول لي مكان الاكس ده، ما اقول لك انا اصلا ما عنديش الاكس بتاعي. فانت بتروح تقوم تجيب هنا كده اهو، توتال ستيشن يوقع لك النقطه دي، وتوتال ستيشن تاني يوقع لك النقطه دي هنا كده على اي حته بره كده، ويثبتها لك بسيخ حديد في حته خرسانه. وبعد كده انت توصل بين النقطتين دول، هيديك مكان المسمار ده على الريجه من هنا ومكان المسمار على الريجه من هنا او الخنزيره. يبقى انت كده حصلت على اول اكس. طيب تاني اكوسات بقى ممكن تجيبها باحترام اول باقي المسامير، ممكن تجيبها باحترام باقي باحترام المسمار اللي انت خدته في الاول ده. يعني مثلا هنتفق مثلا ان المسافه بين الاكوسات والتانيه بتساوي 4 متر، فانت هتيجي تقيس من هنا كده من اول مسمار اللي انت
متأكد منه 100% طبقا لنقطة مساحية، تاخد 4 متر وتحط المسمار الثاني، وبعدين تاخد 4 متر وتحط المسمار الثالث. لا غلط، ما تاخدش مسافات تراكمية، تتعود دايما انك لما تقيس مسافة قيسها من النقطة اللي انت متأكد منها. اتعود لما تقيس مسافة قيسها من النقطة اللي انت متأكد منها. يعني انا اهو النقطة دي انا متأكد منها، المسافة بين الاكس والاكس 4 متر، فخد 4 متر وحط تاني نقطة او تاني مسمار. عايز تعمل تالت مسمار خد 8 متر اللي هي المسافة من اول نقطة لحد النقطة التالتة اهي. عايز تعمل الاكس ده خد المسافة من اول هنا كده، تبص في اللوحة تشوف اللوحة المسافة دي كام. المسافة دي احنا اتفقنا خلاص المسافة هتكون بين الاكس والاكس اللي هي 4 متر، هتبقى 1 2 3، يبقى انت عندك 3 في 4 ب 12، تقوم واخد المسافة من اول هنا كده لحد هنا كده 12، وتقوم توقع المسمار بتاعك التاني. هنعيدها برضو بس تعالوا نكمل. يتم سن الاوتار وهي عباره عن الواح لتظانه بطول 20 20 سنتي تقريبا على شكل خابور. ادي 20 سنتي مش 20 متر، تمام اهي. بتبدا توقع تعمل الخنزيره بتاعتك طبقا للكلام اللي قلته لك في المحاضره اللي فاتت. تتم غرس الاوتار في الارض مسافه لا تقل عن 50 سنتي في اتجاه طول المبنى. انا اسف دي مش 20 متر، دي بس الخوابير كده بيكتبها، هي غالبا ما بتبقاش كبيره كده، بتبقى حاجه بسيطه. يتم تثبيت المدادات بواسطه الاوتار في اتجاه طول المبنى مع خطيها افقيا بواسطه ميزان الماء وتقويتها بالشكلات. عمل التقويات اللازمه، احنا زي ما قلت لكم دي العروسه اهو، هنا الصور دي مش موضحه اي تقويات. يتم عمل الضلع المجاور المتعامد مع ضبط الزوايا وجعلها قائمه 90 درجه، وذلك باستخدام الزاويه القائمه او بنظريه التعامد اللي هي فيثاغورس اللي هي 3 4 5. لو انت مثلا عندك الريجه بتاعتك او الخنزيره اهي، وعايز تتاكد ان الزاويه دي 90 درجه، تعمل ايه؟ تقيس كده 4 متر مثلا، وتقيس كده 3 متر وتحط مسمار. يعني انا خد كده المسافه دي 3 متر واحط مسمار هنا، وخد كده المسافه دي 4 متر واحط مسمار هنا. قيس المسافه من المسمار ده للمسمار ده، لو طلعت 5 متر يبقى فعلا الزاويه دي زاويه قايمه، يبقى الزاويه دي 90 درجه. لو طلعت اقل من 5 متر يبقى الزاويه دي اقل من 90 درجه، لو طلعت اكبر من 5 متر يبقى الزاويه دي اكبر من 90 درجه. تعالى نعيد الكلام ده تاني اهو. عايز انا اتاكد ان الزاويه دي 90 درجه، ادي عندك ضلع الخنزيره اهو وضلع الخنزيره اهو، عايز اتاكد ان الزاويه دي 90 درجه، فبقيس هنا كده 4 متر مثلا، وهنا كده 3 متر، وبقيس المسافه من المسمار ده للمسمار ده اشوفها 5 متر ولا لا، تمام؟ طيب في حاله زي ما الصوره قدامكم واضحه اهي، هو هنا كده قاس 3 متر اهو وحط مسمار، وهنا قاس 4 متر اهو وحط مسمار، وهنا في الصوره دي قاس 5 متر اهو، يبقى اذا الزاويه قائمه تمام. في المسافات الكبيره بقى لما يكون عندك طول الضلع كبير، فطول الضلع بيلعب معاك، ممكن يبقى قايم في حته والحته التانيه مش مظبوط فيها، فبتستخدم مضاعفات اللي هي 3 4 5، بتستخدم مضاعفاتها اللي هي 6 8 10. 6 8 10 بتاخد طول ضلع 6 وطول ضلع 8 وتقيس الوتر بتاعهم، شوف هيطلع 10 ولا لا. ده ازاي تستلم الزاويه 90 درجه بالنسبه للخنزير، ازاي تستلم الزاويه 90 درجه بالنسبه للخنزير. تعال نشوف حاجه تانيه كده اهي. يقرر نفس العمل في الضلعين المتعامدين الاخرين حتى يمكن الحصول على 4 اضلاع، تمام؟ نحدد على الخنزيره محاور الاعمده والقواعد باستخدام شريط القياس في اتجاهين متعاكسين، ووضع علامه لكل محور، اللي هي سايلها لكم دلوقتي وهنقولها تاني ان شاء الله. اهي بتدق مسمار وتشد الخيوط. تعالوا نرجع نقول الكلام بتاعنا ده تاني. اهو فين الاوتوكاد؟ الاوتوكاد اهو. احنا خلاص اتفقت ان انت عملت الخنزيره بتاعتك اهي وقويتها كويس. زي ما شرحنا هقول لكم دلوقتي تاني التقويات في الاستلام، في استلام الخنزيره ان شاء الله. فبتيجي هنا كده، المفروض ان انا هحط هنا كده الاكس النقطه بتاعتي، المسمار بتاعي، واحط هنا كده المسامير بتاعتي بالشكل ده كده اهو. احط هنا كده المسامير بتاعتي، الاكس ده الخط ده جاي هنا كده من المسمار، وهنا ده برده كده جاي من المسمار، متوسط في المسامير اللي قصاده الجنب التاني هنا كده. طيب المسمار ده بحطه بناء على ايه؟ بقول لك انا ممكن استعين بتوتال ستيشن يحط له نقطه هنا كده، نقطة هنا كده بسيخ، ونقطة هنا كده كمان بسيخ اهو، واوصل بيناتهم، اوصل بيناتهم كده بخيط، يبقى انا كده حصلت على اول اكس تماما 100% مظبوط. انا كده حصلت على اول اكس تماما 100% مظبوط، ما فيش شك خالص. تقدر الاكس ده تتعامل بيه بعد كده،
يبقى انا كده حصلت على اول اكس. الاكس ده بقى ممكن منه تاخد باقي الاكوسات دي، يعني المسافه بين الاكوسات والاكوسات 4 متر، فتقول المسافه دي 4 متر تحصل على اول اكس، المسافه الثانيه 4 متر بس ما تقيسهاش تراكميه زي ما بقول لك، يبقى تاخد من هنا كده لحد هنا كده 8 متر وتقوم دايق المسمار بتاعك، وتاخد من هنا لحد هنا كده 12 متر وتدق المسمار الرابع بتاعك، ومن اول هنا كده لحد هنا كده 16 متر وتقوم ده المسمار بتاعك. يبقى انت كده حصلت على المسامير دي كلها، وتعمل هنا نفس الكلام وتوصل بياناتهم يديك الخطوط بتاعتك. ومن هنا كده برضو نفس الوضع نفس الطريقه، ممكن مثلا حضرتك تجيب مساح يحط لك نقطه هنا كده، او يعلم لك اول نقطه دي واول نقطه دي، يبقى انت كده استخدمت المساح عشان يعمل لك 4 نقط بس. توصل بياناتهم، توصل بياناتهم هيديك اكس مظبوط تماما بالنسبه لنقاط او احداثيات التوتال ستيشن، ومنها تقدر تجيب باقي الاكوسات التانية. وعشان اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، ان انت اثناء الشغل في الموقع، الناس اللي لسه ما نزلتش موقع، انت ما بتشدش كل الاكوسات دي مره واحده. انت مثلا شغال في القعده دي، عايز تعمل القعده دي، فبتروح تشد الاكس ده بس وتشد الاكس ده، طب ما بتشدش كل الاكوسات، عشان انت لو شديت الاكوسات كلها هتعرف تشتغل ازاي. افترض ان انت جيت عامل الموقع كله خطوط 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 كده، وهنا خيوط كتير كده، هتعرف تشتغل ازاي؟ انت ما بتشدش الا الاكسين اللي انت شغال فيهم بس. فبتيجي مثلا عايز تعمل القاعده دي، فخلاص بتقوم تلغي القاعده دي وتيجي عامل تلغي الاكس ده وتيجي عامل الاكس ده، انت كده كده الخيط ده والخيط ده بس كده، تمام؟ تعالوا نكمل مع بعضينا اهو. انت شديت الخيطين، بتقوم بميزان الزومبا زي ما احنا شايفين كده، هو الراجل اهو ماسك ميزان الزومبا وبينزل بيه يوقع الـ المكان او نقطه تقاطع الاكسين، يوقعهم على الارض اهو. السن ده كده اهو، شايف حضرتك هو نزل بالخيط اهو، الخيط بالزومبا اهو، الزومبا تحت اهو، والخيط اهو، الخيط طبعا تحت تاثير الثقل، هو نازل راسي تماما، نازل راسي تماما، وتحت تاثير ومن فوق هو ملامس لنقطه تقاطع الاكسين، يبقى الزومبا دي ملامسه لنقطه تقاطع الاكسين، يبقى النقطه من تحت اللي هتعلم في الارض هي نقطه تقاطع الاكسين بالظبط. خلاص انا جبت نقطه تقاطع الاكسين بتاعتي بالظبط 100%، مفيش مشاكل. يبقى من خلالها اقدر اوشح القاعده بتاعتي، اقدر احدد القاعده بتاعتي، وده هنشرح ان شاء الله في شرح القواعد، وهنتكلم عليها باستفاضه في شرح الاعمده ان شاء الله. ده شكل الخنزيره زي ما انتم شايفين اهو، دي العروسه اهي اهي، ده المداد، هنا برضو مداد تحت اهو. تعال نشوف بقى ازاي تستلم الخنزيره. استلام ابعاد الخنزيره بحيث تكون اكبر من ابعاد الحفر بمسافه تمنع تاثيرها بالحفر، زي ما شرحت لحضراتكم انا ما بتكلمش دلوقتي على الحفر. تعالوا نتكلم بالمره، طالما انت ذكرت الحفر ومش الحفر، تعالى نتكلم في الحته دي. زي ما قلت لك انا عندي عمق الحفر كبير، عمق الحفر بتاعي كبير، فمش هينفع انا الشغل بتاعي يبقى هنا كده وهروح اعمل الخنزيره فوق هنا كده، تمام؟ عمق الحفر كبير، مش هينفع الشغل بتاعي يبقى هنا واعمل الخنزيره فوق هنا كده، فالتقاطع الاكوسات هيبقى فوق كده، مش هينفع. يبقى انا لازم اعمل الخنزيره بتاعتي في ارض الموقع تحت بعد الحفر، يعني اعمل الخنزيره بتاعتي في حدود الحفر بتاعي، وبالتالي لازم اوسع حدود الحفر تحت، واكون حاسب واكون عامل واكون واخد احتياطاتي للمعلومه دي من الاول، ان انا لازم اعمل حدود الحفر تحتي تكون كافيه لان انا اعمل فيها الخنزيره بتاعتي، تمام. الحاجه الثانيه، لو انت عندك عمق الحفر قليل يعني متر ونص مثلا، ففي الحاله دي ممكن اعمل الخنزيره بتاعتي فوق، ممكن تعمل الخنزيره بتاعتك فوق، وهو هنا بيقول لك ان ابعاد الخنزيره بتاعتك تكون اكبر من ابعاد المنشا على الاقل بواحد متر من كل جنب، وده طبيعي جدا، انت اصلا بتحفر اصلا برفرف، فبالتالي ابعاد الخنزيره بتاعتك هتطلع اكبر من ابعاد المنشا بتاعك، تمام؟ طيب لو عندي مثلا، تعال نشوف الصوره الثانيه دي كده مع بعضينا اهي، لا دي عندك ارض فراغ اهي، فبتعمل الخنزيره بتاعتك باحدى الطريقتين اللي انا قلت لك عليهم، بتعملها فوق الحفر اهي، او بتعملها ده الخنزيره دي فوق الحفر في حاله، الخنزيره دي فوق الحفر في حاله ان الخنزيره ان عمق الحفر عمق الحفر قليل. طيب في حاله ان عمق الحفر كبير، فبتعمل الخنزيره بتاعتك جوه من هنا كده اهو، ده في حاله الارض الفراغ. طيب في حاله الارض اللي لها جيران، فبتعمل حضرتك كده بتاخد لوح لتزانة على حدود الجار، ولوح لتزانة على حدود الجار، ولوح لتزانة على حدود الجار، طبعا بتثبتها كويس عشان هنا مش هينفع تقويها، وهنا الجنب ده بتعمل فيه الخنزيره اهو،
تعال نشوف الصورة زي اللي قدامنا بالظبط اهو. لوح لطزانة على حدود الجار، لوح لطزانة، وهنا بتعمل الجنب الثالث بتعمله خنزيرة عادية خالص، وشكل الخنزيرة دي مش متقوية، وتقويها كويس. تمام، تعالوا نقرا الكلام ده. اذا كانت الارض فضاء زي دي كده ومساحه كبيره، فيتم عمل الخنزيره على الجوانب الاربعه. اما اذا كانت الارض بين الجيران، فيتم عمل الخنزيره على حوائط الجيران والجنب الذي لا يوجد جار، فيتم عمله في الشارع بعيد عن الحفر بمسافه 1 أو 2 متر. اذا كان الموقع مساحته كبيره يصعب عمل الخنزيره، ففي هذه الحاله تحدد اماكن القواعد بواسطه التوتال ستيشن. زي ما قلت لكم انت عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه انك تستخدم فيها الاحداثيات لتوقيع العناصر الانشائيه بتاعتك، او لو مش متوفر معاك التوتال ستيشن باستمرار، فبتجيب التوتال ستيشن لمده يوم واحد توقع بيه كذا نقطه، وبالكذا نقطه دول تقدر تعمل بيها الخنزيره او الريجه، وتقدر تكمل بيها على طول على حسب اشتراطات المشروع. في مشاريع بتشترط ان انت لازم يكون معاك توتال ستيشن بشكل دائم ومستمر لتوقيع اي حاجه في الموقع، وفي مشاريع ما بتشترطش، فخلي بالنا من الحته دي. تعالوا نكمل مع بعضينا بسرعه ازاي تستلم الخنزير. استلام ابعاد الخنزيره طبعا اتكلمنا عنها، يتم شد خيط للتاكد من استقامه اضلاع الخنزيره. تمام، بتشوف الخنزيره هل هي لعبه منك كده وكده، ولا هي مستقيمه تماما فبتشد خيط مستقيم تتاكد منه ان الخنزيره تماما مستقيمه. زي مثلا كده ما هنشوف، لو انت عندك الخنزيره اهيت مثلا، عايز اتاكد ان الخنزيره دي مستقيمه كده تماما، فبشد خيط وبعمل تشيك على المسافه دي، المسافه من اول من الخيط للخنزيره كده، طلعت مثلا متر، يبقى طول ما انت ماشي دي كده تطلع متر. طالما انت متاكد تماما ان الخيط ده مستقيم والمسافه دي خلاص كل واحد متر، يبقى الخنزيره دي هتطلع مستقيمه واحد، تطلع مستقيمه تمام. ده هو اللي قصده عليه في حته استلام الخنزيره. التاكد من تقويه جميع اضلاع الخنزيره بالخوابير او الشكلات في حاله كون الخنزيره على ارتفاع اعلى من الارض الطبيعيه، ويكون التثبيت خلف خلاف على مسافة 50 سم تقريبا، اللي هي الخوابير، ودي شفناها في الفيديو اللي احنا عرضناه في المحاضرة الأولانية. التأكد من الزوايا المحصورة بين أضلاع الخنزيرة وهي 90 درجة باستخدام نظرية فيثاغورس. التأكد من عدم حدوث أي حركة في زوايا الالتقاء بين أضلاع الخنزيرة بأن يتم تأويتها. وبما إننا اتكلمنا عن الخنزيرة عن التأويات، هنرجع نتكلم عنها تاني، عشان أنا حاسس إن في المحاضرة اللي فاتت احنا ما عطناش حق التأويات، او حق ان انا اشرح الخنزيره بشكل مفصل، او الشده الخشبيه للخنزيره بشكل مفصل. تعال نشوف كده اهو، زي ما قلت لحضرتك ده اهو المداد اللي بيبقى مرمي في الارض، وده الخوابير، واحد خلف خلاف يعني واحد بره وواحد جوه، عشان لو الحركه الافقيه جت كده الخوابير دي تمنح، ولو الحركه الافقيه جت في الاتجاه ده الخوابير دي تمنح، وهكذا المداد ده برضه. يعني كده عندي مدادين بعمل بينهم عروسه اهو، العروسه اهي دي اسمها دكمه، وده اسمه شكال، وده اسمه قايم، دي مكونات العروسه. وبعدين بحط عليها المداد ده، المداد ده اللي بثبت عليه المسامير في الاخر. وبعدين بثبت المداد ده بالمداد ده اهو بحاجه اسمه قبقاب اهو، اللي هو على زاويه 45 ده القبقاب اهو. تمام؟ طب لو المداد ده خلص معايا، يعني العرق خلص وقف لحد هنا كده، فبعمل حاجه اسمها مشترك. اهو زي كده مشترك اهو، بوصل بيه المدادين ببعض او العرقين ببعض. تمام، وبكده يبقى عملت خنزيره متقويه تماما. بقوم اثبت المسامير بتاعت هنا، وبشد المسامير وبشد الخيوط بين المسامير، يعني هنا كده مسمار وهنا كده مسمار، اشد الخيط، وهنا كده مسمار وهنا كده مسمار، اشد الخيط بيناتهم، وبكده حصلت على ريجه او خنزيره متقويه تماما وما فيهاش اي مشاكل. الحاجه الاخيره اللي عايز اقول عليها، الخنزيره من العناصر او من الحاجات او من المنشآت المؤقته اللي المفروض، او الهيكل المؤقت اللي انت بتعمله لحد ما بتخلص قواعد عاديه، قواعد مسلحه، الاساسات بوجه عام، بتخلص صب اعمده الدور البدروم او الدور الارضي، اعمده البدروم او الدور الارضي او رقاب الاعمده. وبعدين انت ما بتبقاش محتاج الخنزيره بتاعتك. تمام، يبقى انت بتحتاج الخنزيره من بعد الحفر، من بعد الحفر لحد ما بتخلص أعمدة الدور الأرضي، أو لو فيه بدروم يبقى أعمدة دور البدروم. وبالتالي الخنزيرة هي اللي بتحط لك أساس المنشأ بتاعك. الخنزيرة مهمة جدا، لأن هي لو أنت استلمتها غلط، عملتها غلط، بالتالي بتأثر على المنشأ من البداية. يعني أنت افترضنا مثلا إن أنت عملت حاجة في الخنزيرة غلط، فالقعدة بدل ما كانت هتبقى كده، لا هتبقى كده. فبالتالي القعدة طلعت من الأساس في مكان غلط، وبالتالي العمود بتاعها هيطلع على طول المنشأ غلط. يبقى احنا لازم
نستلم الخنزيره كويس جدا جدا جدا، المهندس نفسه يقف هو اللي يوقع اماكن المسامير واماكن المحاور على الخنزيره كويس جدا، مش تحط اماكن المسامير بالوايم كده، لازم تحطها طبقا لاكس معلوم، تستلم اكس تحترم اكس بالنسبه لنقط توتال ستيشن محترمه، وبعدين تنسب بالنسبه ليها باقي الاوكسات الثانيه. ارجوكم يا جماعه موضوع الخنزيره ده مهم جدا جدا جدا، ارجو الناس تهتم بيه، وارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم بس غصب عني. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.